أهلا بكم من جديد. إذا البداية من تعز، حيث أعلن الجيش عن مصرع أربعة من ميليشيا الحوثي الإرهابية خلال مواجهات شرقي المدينة في تصعيد حوثي مستمر بجبهة القتال. المركز الإعلامي لمحور تعز أفاد أن مواجهات اندلعت إثر محاولة تسلل للميليشيا في منطقة العريش انتهت بإحباط المحاولة ومصرع العناصر الحوثية. نعم، مصادر ميدانية قالت إن إفشال محاولة التسلل شرقي المدينة تزامن مع محاولة تسلل أخرى في جبهة الأحطوب بالريف الغربي للمحافظة. وبالعودة إلى موضوع تصعيد ميليشيا في أكثر من جبهة من جبهات القتال وتحديدا في محافظة تعز، عاد معنا سيدة العقيد عبد الباسط البحر نائب ركن التوجيه المعنوي لمحور تعز. هل تسمعني سيدة العقيد؟ أسمعك بوضوح. نرحب بك معنا في أخبار المنتصف. تحية لك سيدي. إذا بداية دعنا نبدأ بهذا التصعيد من قبل ميليشيا الحوثي. أين يتركز تصعيد الميليشيا تحديدا؟ أولا طبعا نحيي من خلالكم الأبطال الميادين في كل المضابطين في الجبهات والميادين، والحقيقة خلال ال 24 ساعة الماضية رصدت قواتنا تعزيزات للميليشيات إلى جبهات شرق وشمال شرق تعز، بالذات جبهة العريش والتابعة في قطاع مسؤولية اللواء 22 ميكا، وقطاع كلابة أيضا التابعة لقطاع المسؤولية اللواء 170 دفاعي. حاولت الميليشيات بعد التعزيز بعناصر قتالية وبأسلحة ثقيلة ورشاشة وبعربات وأطقم قتالية عليها عيارات مختلفة، حاولت أن تحدث أي قلق في هذه الجبهة أو أن تقوم بتسللات غادرة وجبانة. استطاع أبطال الجيش الوطني بيقظة عالية وأيضا بدقة في التصويب تدمير معدات العدو وإلحاق خسائر بشرية، قتلى وجرحى في صفوف العدو، يعني لاذى عناصر العدو بالفرار بالتراجع والفرار. نعم. مجبرين تحت ضغط نيران الجيش الوطني. طبعا خاصة في جبهة العريش لا تزال هناك جثث لقتل العدو، وهناك يعني لم يستطع العدو سحبها حتى هذه اللحظات. نعم. ويحاول العدو تحت غطاء. وهل ما زالت الاشتباكات في العريش تحديدا سيادة العقيد كما تحدث محاولة فاشلة من قبل الميليشيا، هل ما زالت الآن الاشتباكات مستمرة أم يعني انتهت؟ طوال الليلة الماضية وحتى ساعات الصباح الأولى كانت يعني بشكل متقطع. الميليشيا طبعا تحاول تحت غطاء ناري كثيف بالمدفعية الثقيلة. نعم. أن تغطي لسحب جثث قتلاها، لكن طبعا لم تتمكن حتى ساعات الصباح الأولى. توقفت تبادل إطلاق النار منذ ساعات الصباح الأولى وحتى الآن تشهد الجبهة وأيضا جبهة شمال الجبهة الشمالية الشرقية أيضا تشهد هدوءا حذرا حتى هذه اللحظات. إذا وقف لإطلاق النار كما تحدث في الجبهات جراء تصعيد الميليشيا، سيادة العقيد ما الهدف الآن من تصعيد الميليشيا كما تحدث في هذين الجبهتين تحديدا في منطقة العريش؟ ماذا تريد الميليشيا من هذا التصعيد؟ إلى أين تريد أن تصل ربما أو تخترق؟ تفضل. أنا أعتقد أن الميليشيات تسعى لإحداث اختراق أو لكسب أي أرض جديدة أو لتحسين مواقعها على الأرض. أيضا هناك رسائل معنوية تبعثها دائما الميليشيات أنها ما زالت موجودة وحاضرة في المشهد وقادرة على الفعل وقادرة على المناورة بالوسائل والسلاح والقوى أيضا، لكن في الحقيقة النتائج تكون عكسية دائما، هي تثبت ضعفها اكثر مما تثبت يعني قوتها، لان الـ يعني نتيجه هذه التسللات فاشله. نعم. تؤدي الى خسائر بادحه
تلحق بها أيضا هزائم معنوية ومادية قاسية. طيب سيدة العقيد، قبل أن أختم معك سيدة العقيد، يعني أنتم في محور وأيضا في الجيش الوطني، كيف تقرؤون هذا التصعيد حاليا؟ هل هناك إمكانية الآن لربما يكون هناك يعني تقدم من قبل الجيش والمقاومة نتيجة هذا التصعيد من قبل هذه الميليشيا؟ طبعا نحن في الجيش الوطني في محافظة تعز ملتزمين بقرار القيادة العسكرية والسياسية العليا، وأي قرار لعمليات للقيادة السياسية والعسكرية العليا سيتم تنفيذه تحت أي ظروف ومهما كانت التضحيات ومهما كانت أو وجرى هذا التصعيد حاليا في تعز سيادة العقيد، لم يصدر أي تعليق ربما من المجلس الرئاسي أو حتى من وزارة الدفاع؟ نحن نقوم بالرد والصد على مصادر النيران المعادية وإسكاتها تماما، ونقوم بدورنا الوطني والأخلاقي والديني ومهامنا الدستورية المتمثلة في الحفاظ على الأراضي المحررة والمواقع المكتسبة والدفاع عن المواطنين اليمنيين من هذه العصابات المسلحة المتمردة على الشرعية اليمنية وعلى خيارات الشعب اليمني. أي قرارات تتخذ سيتم تنفيذها، وهناك جاهزية عالية سواء فنية أو قتالية، والجيش الوطني اليوم هو أكثر دربة وأكثر قدرة على تحقيق انتصارات يعني بإذن الله تعالى. سيتم كما تحدث يعني تنفيذ هذه القرارات في حال صدرت ولكنها لم تصدر حتى الآن. نائب ركن التوجيه المعنوي لمحور تعز سيادة العقيد عبد الباسط البحر، شكرا جزيلا لك سيدي لانضمامك معنا.